مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة كويز من برنامج العودة إلى المدرسة. مازلنا في الصابلات، رانا نحوسوا على الأطفال باش يشاركوا معنا ويفوزوا بهدايا مهدات من عند فيرتكس ولوغرون توب شوب. ما عندكمش نديروا لهم، نسألوا لهم، لو كانوا يجاوبوا يدوا الهدايا ونحوسوا عليهم. واسمك؟ مرام. مرام شحال في عمرك؟ 8. واسمك؟ أميرة. أميرة شحال في عمرك؟ 8. أنت واسمك؟ أدم. أه؟ أدم. أدم وين تسكن؟ نسكن في ولاية قلم. اسمك؟ جمانة. جمانة شحال في عمرك؟ 8 سنوات. واش من سنة كتقرا؟ ثالثة. واش من سنة كتقرا؟ سنة الثالثة. سنة الثالثة. صح، عشت السؤال، سمعت السؤال. متى نحتفل بعيد الطفولة؟ وقتاش؟ 8 جوان. أه؟ 8 جوان. ما جابهاش 8 جوان. 1 جوان. كتاش؟ 1 جوان. 1 جوان. جواب صحيح؟ جواب صحيح؟ والجواب صحيح، عطوا لها تصفيقة. مبروك عليك، راكي ربحتي هدية مهداة من عند فيرتكس. شوفي جبنا لك بقلامة بزاف شابة ليك أنتيا، مبروك عليك. ها؟ نسيتي. هاي نحسبوا لها، 5 4 3 2 1. معليش خطر. متى نحتفل بعيد الطفولة؟ 1 جوان. اختاش؟ 1 جوان. 1 جوان. جبتها جبتها، مبروك عليها، عطوا لها تصفيقة. ثاني عطوا لها هدية مهداة من عند توب شوب هاكي، مبروك عليك، عطوا لها تصفيقة. فور كيدز.